تعرب عائله الجلاهمه عن استنكارها وتبرؤها مما بدر من ياسر عذب الجلاهمه وما ورد على لسانه في برنامج ما خفي اعظم في قناه الجزيره القطريه وما تضمنه من تعريض واساءه لمملكه البحرين ولقيادتها وشعبها وتعبر عائله الجلاهمه عن استغرابها من تعمد الكذب والافتراء والتشكيك وتزييف الحقائق وجددت عائلة الجلاهمة الولاء المطلق إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء